المنتدى المتوسط لإزالة الكربون هو حدث إقليمي تنظمه وزارة الصناعة والمناجم والطاقة عبر الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بشراكة مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وبدعم من عديد الشركاء الدوليين والإقليميين منهم البرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد مفاوضات الاتحاد الأوروبي في تونس ومؤسسة التعاون الدولي الألماني وكذلك عديد الشركاء الدوليين كما الجمعية المتوسطية لوكالات التحكم في الطاقة اللي تضم 13 بلاد من الحوض المتوسط وكذلك المركز الإقليمي للنجاعة الطاقية والطاقات المتجددة اللي هو المركز تاعه في مصر وبطبيعة الحال الوكالة زاد الأمريكية للتنمية USAID اللي هي زاد قدمت الدعم تاعها لتنظيم المنتدى هذايا بالإضافة إلى الشركاء الوطنيين المؤسسات الوطنية وعديد المؤسسات الأخرى على غرار المؤسسات التابعة لوزارة البيئة سيتات الـNPO لونجيت المؤسسات تابعة وزارة الصناعة لابي لافي وغيره دونك هذوما كل مؤسسات ساهموا في الإعداد لتنظيم هالمنتدى هذايا المنتدى باش يصير على نهارين باش يكون فيه حلقات نقاش باش يكون فيه 7 حلقات نقاش وفما في حدود 5 ورشات على هامش المنتدى وباش يكون فما اكسبوزيسيون المؤسسات المتدخله في الميدان هذايا المؤسسات الوطنيه المتدخله في الميدان هذايا وكذلك المؤسسات اللي توفر خدمات ولا تجهيزات لتخفيض الكربون في ميدان الطاقي مختلف الورشات باش يغطيوا اغلب التكنولوجيات والانشطه اللي الهدف منها التخفيض في انبعاثات الكربون كما مثلا كل ما يخص السياسه الوطنيه والدوليه في الميدان هذا شنو اللي عندنا كاهداف كيفاش يلزمنا نحضروا رواحنا شنو البلدان والا مجموعه البلدان اللي عندهم اطر تنظيميه في هالميدان هذا وكذلك على المستوى الوطني شنو حضرنا وشنو عندنا استراتيجيات في الميدان هذا وبعد فما ورشات يخصوا كل ما هو عمليات مباشرة لتخفيض انبعاثات الكربون كما برامج النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة كما الهيدروجين الأخضر كما التنقل الكهربائي كما كل ما هو الاقتصاد الدائري وكذلك كل ما هو داعم للأنشطة هذه كما الفينانسمون التمويل وإلا الاتصال والشفافية المتعلقة بالكربون هذايا باش يكون نسخة أولى في تونس فما الإخوة الجزائريين طلبوا باش تكون النسخة الثانية في الجزائر وبطبيعة الحال باش يكون فما دورية في تنظيم هالمنتدى هذايا في بلدان البحر الأبيض المتوسط نقول هذه باش تصاحبها لونسمون تاع أول بلاتفورم ممكن على المستوى العربي المغاربي والإفريقي بالضبط هي 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 بلاتفورم باش تمكن المؤسسات باش يطلعوا على تجارب مؤسسات أخرى في هالميدان هذايا شنو عملوا مؤسسات أخرى وشنو النتائج اللي أعطت من استثمارهم في ميدان الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية وكل ما هو اقتصاد دائري وكذلك باش تمكنهم من تقييم المحتوى الكربون للأنشطة بتاعها يحطوا فما معطيات معينة يحطوها في المنظومة هذه تخرج لهم قديش يخرج CO2 هو في باش ينتج هك المنتوج بتاعه بالطريقة هذه هو كي يعرف اش عنده امبرانت كربون نتاعو البصمه الكربونيه نتاع المنتج نتاعو ويعرف شنو العمليات اللي ينجم ينفذهم وبطبيعه الحال فما زاد مش نلقاو في البلاتفورم هذه كل ما هي معطيات على المدخلين في الميدان هذا الخبراء اللي نجموا يعاونوا المؤسسه باش يخفض الكربون المزودين الخدمات ولا مزودين التجهيزات اللي نجموا نستعملوها في الميدان هذا موجود
في البلاتفورم هذه أكثر من 1000 أوبيراتور ينجم يعاون المؤسسات باش تخفض من الكربون نتاعها. نعم سيفاتي عطينا مدى استعداد المؤسسات اليوم في تونس من الانخراط في المسار هذايا. كما تطرق له سي هشام اللومي نائب رئيس لوتيكا، المؤسسات الكل معندها هدف هو أنه يعتني بموضوع الكربون، لكن فما مؤسسات ما يعرفوش كيفاش يعملوا، ما يعرفوش شنو الطريق اللي يلزم يسلكها باش يقوم بالعملية هذه. هذاك علاش احنا اليوم المنتدى هذا دوره هو أنه يعطي الآليات والحلول للمؤسسات هذه باش تحضر روحها لكل ما هو انبعاثات كربون، وفي نفس الوقت يمكنهم باش يقابلوا مؤسسات أخرى من الخارج وهياكل أخرى من الخارج باش تكون فما إمكانية شراكات مع هالمؤسسات هذية باش تعاونوا باش نخفضوا من محتوى الكربون الأنشطة بتاعنا. يعني المستوى الوطني نحكي شنو اللي حضر تونس معناها باش نخفضوا من انبعاثات الغاز الكربوني. كما تعرفوا الخطة التونسية واضحة في الميدان هذية، بالنسبة للهدف المناخي هو تخفيض 45% من كثافة الكربون عام 2030، واللي باش يكون جاي في ثلاثة أرباع منه جاي من قطاع الطاقة، وعلى مستوى الطاقي اللي هو الآلية الأساسية لتخفيض الانبعاثات، على مستوى الطاقي الهدف تاعنا باش يكون 35% من المزيج الكهربائي بتاعنا عام 2030 يجي من الطاقات المتجددة، و 50% من المزيج الكهربائي عام 2035 يجي من الطاقات المتجددة. دونك هذوما الأهداف تاعنا بالنسبة للطاقات المتجددة، وبالنسبة لتخفيض الاستهلاك عندنا 30% سنة 2030 بالمقارنة مع سنة 2021 تخفيض في استهلاك الطاقة الأولية. هذوما الأهداف تاعنا، وهذوما فاش قاعدين علاش قاعدين نخدموا المدة هذه كل باش نخلطوا الأهداف هذه إن شاء الله عام 2030، ونعاونوا المؤسسات بطبيعة الحال باش تحضر روحها للتحديات الدولية. طيب هذه الأطر معناها لتخفيض الانبعاثات الغاز الكربوني مناسبة معنى الأطر اللي حطتها المنظمات الدولية بعد ما الحقيقة مناسبة، أما يزم يكون فما قرب ما بين الهياكل الدولة اللي تعاون المؤسسات باش تنفذ الخطط تاعها والمؤسسات. يعني اليوم أنا نقول لك اللي عنا على مستوى الوكالة موقع ويب فيه اسمه سجل المؤسسات ومزودي الخدمات في ميدان التحكم بالطاقة ريمي.ان ريجستر ديز اكسبير ديز انتربريز دو لانتريز انرجي، هذايا فيه الحلول الكل، وفيه إمكانية وأنك تطلب الدعم الفني والمالي من عند الوكالة إلكتروني. معناتها هذايا نخصوه للمؤسسات باش يدخل للسيت هذايا، فما فيشة تتعمر ويبعثها بالميل للوكالة، وإحنا نقوموا باللازم بعدها في ظرف شهرين يصير فما عقد لإحاطة المؤسسة هذايا على مستوى الفني وعلى مستوى المالي. المطلوب هو أن يكون فما تقارب ما بين المؤسسات والإدارة باش النجم يقدموا بسرعة، مش مطلوب باش المؤسسة يكون فيها خبير في التحكم في الطاقة، لكن احنا عنا مجموعة من الخبرات نجم الشركة تطلب الخدمات بتاعهم وهما يعاونوها لضبط وتنفيذ الخطة بتاع التحكم في الطاقة واللي هي باش تهزنا الخطة تخفيض الكربون. اليوم قدمنا موضوع المنتدى للديكربوناسيون، هو منتدى متوسطي دولي ويهم أهم شيء هو القطاع الخاص خاطر ملتزم باش يخفض من الانبعاثات الغازية هذه اللي نتكلم عليها. ثم موضوع كبير هو الطاقة خاطر يكون 75% من الانبعاثات جايه من الطاقه، ثم تونس ملتزمه باش تخفض بالكثافه الكربونيه ب 45% في افق 2030، و 50% من هذه باش يكون يجي من القطاع الخاص، ولهذا لازمنا نشجع القطاع الخاص باش يستثمر في الطاقات المتجدده خاطر الدوله ما تجيبش وحدها هي تقدم فيما يخص هذه الطاقه المتجدده اللي لازمها. كما قلنا زاد كذلك ثم برنامج الحكومه باش في أفق 2030 يكون الطاقة المتجددة تمثل 35% من الإنتاج الكهرباء، من هذا شيء هام جدا. كذلك موضوع هذه
الديكربوناسيون يهم الجاذبيه نتاع بلاد تونس، خاطر توا الحرفاء نتاع تونس في عده قطاعات المستثمرين يطلبوا معناها كم هو هذايا الميكس نتاع الطاقه المتجدده، وقداش عندك معناها في البصمه الكربونيه المؤسسات لازمها تخدم باش تحول الطرق الانتاج نتاعها باش تخفض في الانبعاثات هذه نتاع الكربون. كذلك ثم استثمارات داخليه للمؤسسه باش تعمل معناها الانتاج الداخلي نتاع الطاقه المتجدده، خاطر الدوله ما تكفيش، لازم احنا كذلك كقطاع خاص نستثمروا في الانتاج الطاقات المتجدده، وثم قوانين في هذه وثم عده شركات متقدمه في الميدان هذايا. مثلا وعي المؤسسات التونسيه خاصه في القطاع الخاص، لانه تراوها واعيه بهرجين هذايا اللي فرضه الاتحاد الاوروبي، والا لا من خلال نقاشاتكم لقاءاتكم، لانه فما مؤسسات اصلا بالذات انخرطت في المجال هذا، والا لا بكل موضوعيه اللي تعطيكم ممكن امل انه نجموا نضربوا على تونس في هالملتقى الاولي. والاهم الاستراتيجيه، معناها شنو اعدت السياسات، مش معناها هو طوى خاصة القطاع الصناعي المصدر كله مهتم بالقوانين الجديدة، وخاصة التاكس هذه الأداءات فيما يخص البصمة الكربونية متاع الشركات اللي باش تولي تخلص، معناها لو كان البصمة متاعها عالية باش تولي تخلص معناها أداءات وتنقص من التنافسية متاعها. الرهان هذي فاهمينه احنا كقطاع خاص، والقطاعات المصدرة فهمته، أنا تكلمت عن الصناعات الميكانيكية والكهربائية، صناعات النسيج، صناعات مواد البناء، سيمان مثلا معناها عنده دخل في الميدان هذايا، احنا معناها ملتزمين باش ندخلوا في المنظومة هذايا، وما عندناش اختيار في هذاك، خاطر أكبر حريف لتونس، أكبر شريك في مخص التصدير هو الاتحاد الأوروبي، يعني يلزمنا يعني نكون مطابقين للقوانين الجديدة هذه، وهل التاكس كربون اللي اسمها MACF هذه ميكانيزم دجستمون كربون أو فونتير. والأدبية مهيئة اليوم خاصة، وأنا نعرف أنه الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي تعطلت، معناها لليوم عندها 3%. هو الحكومة ملتزمة توا، وحسينا فهمنا اللي تم معناها التزام كبير باش نسرعوا في البرنامج هذايا نتاع الطاقات المتجددة، وكذلك ثم زاد التمويل للمؤسسات، خاطر معنى المؤسسات لازمها تستثمر في باش تخفض من في البصمه الكربونيه نتاعها، وتستثمر كذلك في الطاقات المتجدده، وهذا يلزم القطاع المالي يقف مع المؤسسات الخاصه في الميدان هذا.